الناقد السينمائي الأستاذ طارق الشناوي، وأنا عايز أسأله على هذا النمط البطولات الجماعية، وإلى أي مدى فنان موهوب زي فتحي عبد الوهاب أنت ترى أنه يدير موهبته بطريقة مناسبة؟ تفضل. ألو، أولا مساء الخير عليكم، وأنا مستمتع بالحوار. عايز أقول إنه الحقيقة إنه فتحي عبد الوهاب فهم الحكاية من بدري قوي صح. فتحي في فترة ما كان بيراهن عليه إنه بطل مشرق يعني، والبطل الأول وحاجات كده كويس، إنما هو استوعب إنه اللي بيبقى الممثل، وإنه ممكن ممكن تبقى بطولة مطلقة في عمل فني، في عمل آخر يبقى دور مهم يشارك فيه وهكذا. في ناس مع الأسف لم تستوعب ذلك من جيله ومن أجيال أكبر منه وأجيال بعده طبعا، وبيخسروا. هو لا يعني مثلا احنا بنتفرج فيلمين، ريجاتا وهز وسط البلد اللي اتعرضوا مؤخرا. صحيح. هز وسط البلد فيلم فيه مشاكل كتيره جدا جدا من اول الكتابه يعني. الهام اوكي تحمست وانتجت يعني، قول كويس ان حد بينتج، لكن في اخطاء في العمل الفني يعني، وبالتالي ومش مش مش مشكله ولا مسؤوليه اللي اشترك يعني. صحيح. اكيد كان عندهم نوايا حسنه جميعا. انما هو رجعت فيلم تجاري، فيلم مصنوع بهدف تجاري بحت كويس، وانه حتى وانه بيؤكد او كان في اتجاه لتاكيد انه عمرو سعد نجم جماهيري يعني. هو ده التوليفه بتاعت الفيلم، لو هتلاقي حتى الافيش هتلاقي انه محطوط نجم وكوكبه من النجوم يعني، هو اللي عليه المساحه السبوت لايت اكتر، وهو ده التارجت او الهدف عند المنتج، وعمل كل حاجه المنتج، لانه جاب له محمود حميده وجاب له فتحي عبد الوهاب وجاب له رانيا يوسف يعني، استعان والهام طبعا استعان بعدد من الممثلين الكبار، الممثلين العتاوله التقال كويس. ولكن انا رايي الخساره مش خساره للاسامي اللي قلت عليها من شويه، هي خساره للمشروع، مشروع خلق نجم شعبي جماهيري. لو هتلاحظي هو اللقيط وامه بروستيوت مصابه بالسرطان ومتهم بقتل اخوه يعني، كل الجرعه مكثفه من كل الكوارث يعني، صارخة جدا جدا، وكلهم بيخدموا على الفكره دي. اللي حصل دي انه في خط موازي اللي هو بيجمع حميده وفتحي، طبعا الاثنين ليهم مشاهد كثيره مع الاخرين، لكن انا شفت الخط ده وعجبني جدا ان هما الاثنين عملوا مباراه مبدعه من الاداء يعني. انا كنت بستمتع بالحالة اللي عاملينها، واللي كل واحد فيهم قفش الشخصية. فتحي عبد الوهاب هل هو من نوع الممثلين اللي بيعرف ياخد ويدي، ويقدر ان هو لما يكون معاه ممثل اخر يعني يديله وياخد منه بطريقة بتنعكس على الاداء المشترك هنا استاذ؟ لا، هو عنده مرونة، الحقيقة عنده مرونة اهم حتى من فكرة ان هو بيراهن صح يعني. عايز اقول لك لما يكون فيلم انت قريته، هو عنده خبرة اكيد، لما قرا فهم ان الفيلم ده مصنوع لهذا النجم، وان انا دوري ان انا هقف معاه، ورغم ذلك فاهم كل حاجه، والا لو مش فاهم تبقى كارثه. هو فاهم كل حاجه عارف سنينك. لما اشتغل في الفيلم اشتغل بان انا فتحي عبد الوهاب وفي دور ضابط شرطه، وان انا لازم اعمله صح، ان هو نجم دوره عمله صح، وحميده كمان لازم اقول لك عمل الشغل صح، الاثنين اشتغلوا صح قوي قوي. انا طلعت بالفيلم سعيد بالاثنين يعني، بادائهم وسعيد بذكائهم يعني. قبل الاداء الذكاء، الحاله الفنيه بتحتاج مش انك انت تبقى متجمد. في ناس يقول لك انا هبدا بطل وهفضل بطل، يا الدنيا معلش، ممكن زي خالد الصاوي وخالد صالح بيلعبوا صح ولعبوا صح مع الحاله السينمائيه. خالد يعني اخر افلامهم البطل احمد سعد، هم موجودين الاثنين الخالدين صح، ده اختيار. فانا رايي انه فتحي بيختار ماشي الحقيقه في الحته دي بذكاء بمرونه، عارف ان التراكم لصالحه. هو بيقتنص حاجه يعني، بيقول لك اتعرض له فيلمين، في فيلم انا اسقطته تماما هز وسط البلد، بس حلو انه في فيلم ثاني يعني. شكرا جزيلا استاذ طارق الشناوي الناقد الفني المعروف، وبرجع لك.